نبدا خلينا نحكوا على الاقتصاد التونسي جلوبالمون. فما شكون ينجم يحكي لكم على نسب النمو اكسترا اكسترا. بالنسبه لي انا فما كلكو زانديكاتور اللي نعتبرهم ممثلين برشا للوضعيه اللي احنا فيها توا. اولا هذه اتيود صغيره عملها معناها ان جون تونيزيان ستاتيستيسيان اللي تونس اليوم كان نعملوا 4% نمو كل عام باش نخلطوا على النمو مثال في بلاد كيما المانيا لازمنا 124 سنه. يعني تونسي ان جون تونيزيان اليوم باش يوصل في النيفو دو في وفي ان تيرم دو ريفوني زاد ان تيرم دو الاقتصاد اللي هو ايفولو فيه كان نوصلوا نعملوا 4% نمو كل عام لازمنا 124 عام. بالنسبه لي هذايا سي تخي سيغنيفيكاتيف. علاش؟ خاطر سا كي نسمع عديد الحكومات معناها يقول لك والله عملنا 1.2% قدمنا على عام الاول ولا زدنا 1% نمو، بالنسبه لي ماهوش انجاز معناها. خاطر سي كي نعملوا 1 كي نعملوا 3% سي كيف كيف ما يبدلناش الواقع اللي احنا فيه. اليوم بلدان كيما مالطا جوست اكوتي تعمل 8 9 10% معناها. دونك اون ا بوزوان دو بونسي بوكو بلو كرون كو سا. النقطة الثانية اللي تنجم تفسر لنا شنو هذا، مش تفسر لنا تعطينا فكرة احنا وين تو اليوم في تونس. كي تاخذ ديبلوم تو دوبل الريسك انك ما تلقاش خدمة. يعني لو موند ا لونفير، كل ما تقرا كل ما تنقص في البوسيبل في لي شانس نتاعك. اليوم عندنا في تونس سي دي ستاتيستيك من اليونيسيف. دونك احنا داير عندنا مشكلة نتاع دي ستاتيستيك في تونس معناها الارقام مازالت ما عندناش الكولتور نتاع الارقام. فما اليوم تقريبا 100,000 صغير يغادروا مقاعد الدراسة كل عام. بالنسبة لي هذايا سي ان انديكاتور ايكونوميك. علاش؟ لأنه تنوريكم بعد الإكزامبل. الصغار اللي غادروا مقاعد الدراسة اليوم هذوك هم الطبقة العاملة والمفكرة والشغيلة نتاع الاقتصاد 10 سنين قدام. والنيفو نتاع الكومبيتونس نتاع القراية نتاع الصغار كوريلي مع النمو. يعني اليوم كي عندي 100,000 يخرجوا من مقاعد الدراسة اليوم في 2030 اقتصاد تونس راهو مش باش يعمل لا 4 لا 5 لا 10%، بالعكس باش يزيد يطيح. دونك هذيا انديكاتور ايكونوميك. الانديكاتور ايكونوميك الاخر اللي يعني انا نعتبره مرتبط بالاقتصاد اللي اليوم عندنا سي با ستاتيستيك اوفيسيال ما تنجمش تكون عندنا شطار مليون جون تونسي مدمن. علاش يعني شطار مليون راهو جون معناها تتر 3 4% من البوبولاسيون معناها يمكن اكثر. الادمان راهو مرتبط بالاقتصاد، مرتبط بالاقتصاد الموازي، مرتبط بالدراغ ترافيكينغ، مرتبط هما لي جون هذوما شنو تحب يعمل معناها ما يخدمش ومدمن. دونك باش يعمل باش يدور في الشوارع يشوف باش ياخذ يدبر راسها. دونك هذا سي ان بروبليم ايكونوميك. دوتر انديكاتور ايكونوميك بون غير المعيشه هذاك في بالكم بيه الناس كل تحكي عليه. اليوم اللي الشركات في تونس فما فقط 20% يعيشوا لمدة 3 سنين، ألوغ كو البورسونتاج في العالم أكثر من 20%. اليوم باش تعمل شركة في تونس، باش ناخد جست نقطة، سامحونا ماذا بينا التليفونات تحطهم سيلونسيو، احتراما للإطار هذايا وبيان سور بور إيفيتي ديسرابشن. دونك اليوم خلق شركة في تونس يتكلف أكثر من شهرية. دونك ما يساعدش على معناها الانيسياتيف بيرسونيل. مع هذا الكل عندنا بنوك اليوم تعمل في 30% ربح 30% بروفيت. اش معناها عندنا بنوك تعمل 30% ربح في اقتصاد كيما هذا؟ دونك بالنسبه ليك علاش ما نحبش نحكي على الاسبي فينونسي وما نحكيش على الارقام تاع الماليه وما نحكيش على هذاك الكل؟ على خاطر الارقام راهو كيما كل شيء وبرشا دي سيانتيفيك لهنا تنجم تعمل نبورت كل ستوري من الارقام معناها. دونك هذاك حنا وين موجودين اليوم، ماذا بينا نتروف ان مويان دو باش اون في فاس على رياليتي معناها ما نبقوش في الارقام. دونك كان قالوا اليوم تونس فما سكون ابيل الهابينس اندكس وورد هابينس اندكس. دونك سي لانديس نتاع السعاده للشعوب اللي هو مزيوري في العالم الكل. في 2012 تونس كان ترتيبها 98، اليوم تونس 124 ترتيبها في تسعة في أقل من 8 7 سنين هبطت من 98 ل 124.
اليوم حنايا 120 براتيكمون زايدين درجة على العراق، بلاد في حال حرب. دونك جو دوموند معناها وين ماشي؟ وين ماشي؟